فاكرها يعني كويس قوي، ان هو بيملى نص الملعب وليد ويبدا يلعب على واحد سريع او خطاف زي فاروق رؤوف، واخد بالك؟ فدي مشكله. هو عنده خط وسط قوي جدا زي محمود عبد العزيز ومانجا واحمد حمص، ثلاثه واقفين على خط واحد، وحاطط لالا وحسام حسن لهدف. هو ناصح ليه؟ حسام حسن هداف وقوي لا وهجام ولالا برضو بيضغط عشان مظبوط، عشان باسم يوقف باسم لالا، والناحيه الثانيه حسام حسن يوقف معلول، يبقى يقفل الجنبين ويقدر يستغل نص الملعب لو هو زحمه زي ما النادي الاهلي مثلا بيهاجم او كده، ان هو يضغط على نص الاهلي النادي الاهلي. دي هتبقى يعني مستر سراكا هيلعب عليها، لان هو النهارده زي ما احنا قلنا من شويه يا جماعه هيلعب باتنين تحت احمد رؤوف اللي احنا اتكلمنا عليها، عايز يوقف باسم ووقف معلول. ما لازم نتكلم على الخصم برضه، خمسه في وسط الملعب يعني يعني خمسه ثلاثه واثنين قدامه. طب ما هو الهدف برضه يا كابتن ربيع ان هو مش عايز الطرفين يشتغلوا، نتملي في تاريخ النادي الاهلي الطرفين هم اللي بيكسبوا النادي الاهلي. ممكن الكابتن حسام احمد فتحي يعني معلول لما يعني هو بيلعب على سليمان. هو بيلعب الاهلي بيلعب بطرفين في كل جهه هو راح حاطط لهم ثلاثه يعني انت عندك مثلا علي معلول ووليد سليمان على الطرف الشمال وباسم وحمودي على الطرف اليمين. هو راح جاي عامل ايه؟ طب خد انت رجب بكار وقدامه احمد حمص وقدامه مصطفى لال ثلاثه، والناحيه الثانيه خد ايمن اشرف ومحمود عبد العزيز وحسام حسن. فانا هو بيحاول زي ما كمونا بيقول بالظبط، بيحاول يقفل اطراف النادي الاهلي. اطراف النادي هي اخطر حاجه النهارده. كابتن حسام ليه هدف برضه، هو حاطط وليد سليمان واحمد حمودي ليه؟ عشان شايف ان بكار وايمن اشرف على طول بيهاجموا، هيستغل الثغره دي. خلي بالك لما الاثنين دول يهاجموا هيستغلوا، وهيبدا يلعب باك وهاف من هنا مع الربط مع عبد الله السعيد، سواء من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. لو هم نفذوا الخطه الهجوميه زي ما الشراسه هيعمل كده، هيتضربوا من الاطراف عن طريق وليد وعن طريق حمودي، بالاضافه كمان لعبد الله السعيد لو مسك الكوره وشاف اي طرف من الاطراف فاضي. وليد دي ميزه عنده، بيبدا يستغل الكرات الطويله والكرات اللي من العمق ممكن يستغلها عن طريق اجيه. دول الفرقه بدات تدخل في اجواء الاحماء، هي الورمنج اب يعني بداوا خلاص. الاول طبعا زي ما حضراتكم شفتوا كل لعيب بينزل يعمل احماء كده مع نفسه، دلوقتي بيتجمعوا وبداوا يعملوا الاحماء الجماعي. كابتن سمير برضو خليني اسالك سؤال، لان انت بردت مننا الشويه اللي فاتوا دول، ايه اللي متخوف منه كابتن حسام، او ايه اللي شافه في البطوله العربيه ومتخوف منه انه يحصل النهارده؟ عدم التركيز. انا التركيز لعيبه النادي الاهلي مميزه بيها، وفي في في كل الاجيال بتركز من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه حاجه و90 وبنكسب ماتشات وماتشات حاسمه في بطولات عربيه في افريقيا في كاس مصر في الدوري، وبتحسم لنا بطولات. فالنهارده كابتن حسام التركيز كان غايب على اللعيبه من كل الخطوط في البطوله العربيه، وانا شايف خصوصا خط الظهر كان في ثغرات وفي عدم المان تو مان داخل ال 18. فكابتن حسام النهارده بياكد على التركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه. انت عارف ان ماتشات الكاس بيبقى فيها مفاجاه. النهارده يقدر ان هو يتكلم على لعيبه سموحه ان هم لعيبه كويسه، عندهم احمد رؤوف طبعا هداف، عندهم مانجا، عندهم حمص في نص الملعب. كل دي تعليمات هياكد عليها ان المباراه يا جماعه ممكن تخلص 120 دقيقه وتخلص ضربات جزاء. امال لو كابتن حسام البدري يتكلم كده يا كابتن سمير، اشتراكه هيتكلم ازاي عن النادي الاهلي؟ لا هيتكلم اكتر. فرقه بطوله وعندهم طبعا يعني هجوم شرس، ولازم يلعب مان طول المباراه، يضغط في نص الملعب، يعمل كثافه عدديه. هو مقسم المباراه شراسه ان هو بيعمل زياده عدديه عشان يضايق النادي الاهلي. النادي الاهلي ميزته في نص ملعبه ان هو بيخطف وبيلعب على المرتده احيانا، يعني احيانا بيلعب على المرتده، انما طبعا النادي الاهلي بيبقى عنده كثافه عدديه وبشراسه، هو عايز يامن دفاعه ويامن نص ملعبه عشان يقلل خطوره النادي الاهلي. ده فكر شراسه النهارده، هيلعب من على الاطراف انما في حاله النادي الاهلي لما يمسك الكوره هيبدا يضغط عليه من الثلاثه، والاثنين هيعملوا ارتداد سريع، هيبقوا خمسه على ثلاثه في نص الملعب. تمام. يعني ما تنساش موضوع الضغوط يا كابتن مين، الضغوط اللي احنا قلناها في مباراه الاهلي والفيصلي. مستر نيبوتشا ما كانش عليه ضغوط، وقلنا ان هو الراجل بيتكلم بارتياحيه شديده في المؤتمر الصحفي وهادي جدا، واللعيبه هاديه. لازم وانت بتحلل اي مباراه تبص على الضغوط. النادي الاهلي الضغوط عليه اعلى بكتير النهارده. مستر اشتراكه او سموحه ما عليهاش نص الضغوط اللي على النادي الاهلي. النادي الاهلي مطلوب منه بطوله الكاس. بس النادي الاهلي طول عمره كده يا كابتن. طبعا. ما هو دي ما دي النادي الاهلي طول عمره عليه ضغوط، لكن بيحسن بيشتغل اللي ممكن ان شاء الله. اللي ممكن ان شاء الله اللي يفرق النهارده ويكون متخوف منه اي مدير فني هو وسط الملعب.
النهارده عندك 5 ضد 5 في وسط الملعب. عندك السوليه وعاشور ووليد وعبد الله وحمودي، الخمسه دول الترابط الهجومي والترابط الدفاعي مهم جدا مع بعض. ضد 5 علي معلول ومحمود عبد العزيز، ده انا بتكلم على وسط الملعب بالزبط. خلي دول جنب دول اثنين يقابلوهم اثنين، انما 5 ضد 5 انت مين اللي هيتفوق بالكوره من غير الكوره؟ انت عندك ميزه في لعيب زائد الخمسه بتوع سموحه عبد العزيز ومانجا وحمص ولاله وحسام حسن. انت عندك ميزات النادي الاهلي ان من ثلث الملعب بيوصل لمرمى الفريق المنافس. يمكن النهارده فكر في وليد وفكر في حمص عشان السرعه، تلعب الكوره ومن غير الكوره، لان يعني السرعات مهمه جدا للثلث الاخير عشان انا هجمتي واوصل، واخد بالك، باقصى سرعه اسجل. فهنا الخمسه دول هم مين اللي هيسيطر؟ مين اللي هيفرض بقى شخصيته؟ خلي بالك. طب حسام غالي ما كانش يكون ليه دور في الموضوع ده كتر ربيع؟ ما حسام غالي قاعد بره يعني. لا يعني كان انا عارف.